الآن يا وحصري مرحبا استديو الجمعة خمسة ترحيب تنعد الأمطار وإعدادي ما حبت جموع غفيرة وعند العرف عزوة الطيب والكار قمال بنزل بالمفخر غزيرة وقمال بنزل بالمفخر غزيرة في عرسي سيد بالمواقف بدار مشعل ربيع عشان سبعة سريرة ومبروك يا مشعل ومبروك هو أبوك غازي حر من نسر الأحرار غازي سليل أهل الفعول الشهيرة وقبله نحط المكرم الضيف والخار راعيك هواه والنجري تسمع هديرة وراعيك هواه والنجري تسمع هديرة ويا مشعل أم الطيبة سرني وجهار هي أم محمد والوصايف كثيرة وهي بنت جانب الشجاعة لها هو أخوك محمد راجح كل الأشوار أبو فهد فخر الليالى العسيرة هو أخوك حامد من طويلين الأشبار وأفعال أبو ماجد بمدحي جديرة هو أفعال أبو ماجد بمدحي جديرة يا مرحبا ترحيب تنعد الأمطار وإعدادي ما حسيت جموع غفيرة وعند العرف عزوة الطيب والكار قمال من الزب المفخر غزيرة وقمال من الزب المفخر غزيرة في عرسي زيد بالمواقف بدار مشعل ربيع عشان سمحة سريرة ومبروك يا مشعل ومبروك مليار هو أبوك غازي حر من نسل الأحرار غازي سليل أهل الفعول الشهيرة وقبله نحط المكرم الضيف والجار راعيك هواه والنجري تسمع هدينا وراعيك هواه والنجري تسمع هدينا ويا مشعل أم الطيبة سري وجهار هي أم محمد والوصايف كبيرة وهي بنت جانب الشجاعة هو أخوك محمد راجح كل الأشوار أبو فهد فخر الليالى العسيرة هو أخوك حامد من طويلين الأشبار وأفعال أبو ماجد بمدحي جديرة هو أفعال أبو ماجد بمدحي جديرة مواليد تخرج مدح تراحيب تقاعد